هغني لك الاغنيه بتاع اللهم صل على سيدنا. طب اعمل فيها ايه؟ البنت الصغيره القصيره مش عايز اعرف اسم اهلها، خش على الاغنيه على طول. انت بتزرزر ليه؟ اللي هي بتمسك الدريكسيون دي وتقول جرح تاني لا لسه جرحي ما طبش من المطب الاولاني. دي مغنيها في مرور الجيزه دي ولا ايه؟ يا وليه بقول لك غني لي اغنيه بتحكي لي حادثه. ما هم راحوا ليه؟ عملوا ايه؟ يا لهوي دي شرشحت له لخطيبها؟ قالت له ايه؟ بص بقى عشان تبقى عارف قلبي مطربه في الشريط بتعمل وهي الوش التاني بتقلع علينا الشبشب فيه ولا ايه؟ بص يا بنت الناس انا زرزور وخلقي ضيق ولما بلبس الجاكيت الكاروهات ده بيكبت على مراوح نفسي. سيبك بقى من الاغاني والمطربات. انا راجل مدرس تاريخ، عايزانا ادخلك في كلام فارغ واغاني والحاجات دي. قولي لي حاجه وطنيه بس اسمع منك والله لو عجبني صوتك في الوطن اخليه يعمل لك شريط دلوقتي. يا استاذ ربنا يخليك يا رب ويديك الصحه. انا اغني لك الاغنيه اللهم صل. نسيت الوطني؟ نسيت الوطني كمان؟ ونونو غنون اهو. ونونو غنون تمام. انا مجنون يا وليه انت؟ ورحمة أمي مجنونة. قولي لي حاجة دلوقتي وخلصيني. هقول لك دلوقتي حالا. يا دول ركبة الموتوسيكل اهي. لا خلاص افتكرتها. اسود هتنزل عيل من بقها. دلع عيني دلع يلا دلع روحي دلع هوبا دلع عيني دلع الله دلع روحي دلع. انت شغالة حاوي في البالون يا ست انت ولا حاجة؟ يا وليه بقول لك غني لي اغنيه وطنيه مسكالي حاوي وتقولي لي دلع عيني دلع. ايوه يا استاذ دي اغنيه وطنيه بتعبر عن الوضع العربي الحالي. الوضع العربي الحالي اللي احنا فيه. ايوه ما يبقاش دلع عيني دلع. امال يبقى ايه؟ انتهينا انتهينا بس طول ما هو جاي بكره ربنا يعوض علينا. ويعوض الله يعوض الله يعوض الله الدنيا لسه بخيرها والله يعوض الله ويعوض الله يعوض ورحمة أمي انت رقصة على مراجيح ايه رأيك بقى؟